هو متابعة هؤلاء الأشبال والأطفال من فضيلة الشيخ محمد مراد مع أحبة وإخوان وشباب، أستاذ إبراهيم الهروش، أستاذ عبد الله العرة، كذلك الأخ طارق العرة، الذين كانوا عونا له في مسيرة متابعة الطلاب الصغار ثم الزيارات للشباب في البيوت. وكان ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى مما وفق جمعيتنا لمتابعته في شهر رمضان المبارك. وهذه النعمة إخواننا نعمة توريث الدين لأبنائنا، هو من أعظم النعم. يعني نحن كما نورث البيوت والعقارات والأموال، من أعظم الإرث أن يرث أولادنا ديننا وأن يرثوا الدين عبر المساجد، وأن يكون ذلك ليس فقط من عادات يأخذونها منا، إنما أن يأخذوا الدين علما وتعليما. وإن أساس علم الدين هو القرآن الكريم، فإذا زرع القرآن في قلوب أولادنا لا شك أن هذه الآيات ستنبت بإذن الله أعمالا تنبع من هذه الآيات، فيعيش أبناؤنا بنور القرآن الكريم ونور الآيات التي حفظوها في صدورهم عندما كانوا صغارا. ولذلك من أعظم ما يستطيع الإنسان زرعه في قلوب الأطفال هو القرآن الكريم. مع عظيم قدر القرآن الله يسره حتى لأبنائنا ولأطفالنا. يعني جيب الآن كتاب، أي كتاب من الكتب التي تدرس في الثانويات أو في الجامعات تقول لا يستطيع الصغار أن يقرؤوها، بينما القرآن الكريم يسره الله للكبير وللصغير، وهو ميدان واسع لطالب العلم وللعلماء، بل إن العلماء يقفون على محرابه ويقفون عند سيفه، أي عند شاطئه، وكأنهم لا يستطيعون الدخول إليه، كما كل عالم على قدر علمه يقف في محراب القرآن الكريم طالبا للعلم بين يدي آيات القرآن. وهذا من الإعجاز يا أخوانا، هذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى في كتابه. فالشكر لمن علم، والشكر لمن عاون، والشكر لمن ساهم وتابع إخواننا في الجمعية، والشكر أولا وآخرا للأهل وللأطفال، لأنه لولا أن الأهل أرسلوا أولادهم ولولا أن الأطفال تابعوا لما علمنا ولا آية. فجزاهم الله خيرا بصبرهم، الأطفال إن شاء الله يكونوا زينة الدنيا كلها، مش بس زينة بلدتنا، إن شاء الله بنشوفهم زينة الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. فجزاكم الله خيرا في تكريم من الجمعية لهؤلاء الأطفال. راح بيحكي لنا الشيخ محمد شو اللي حفظوه أبنائنا خلال الفترة، كان من جزء عامة أو جزء تبارك أو سورة ياسين. تفضل الشيخ محمد قبل أن ندعو إخواننا الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والتسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حقيقة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. جزاك الله خير. وأفضل الذكر قراءة القرآن. بفضل الله من أول رمضان يعني بلشنا مع الأطفال الأشبال، عندنا تقريبا أعمار لأعمارهم بالست سنين 4 طلاب أو 5 طلاب حفظوا سورة عمة كاملة 4، وفي عندي واحد عمره 5 سنين حفظ أول صفحة من سورة عمة 5 سنين. هؤلاء الطلاب ما بيقرأوا، ما حفظوا قراءة يعني يقرأوا على المصحف، إنما سماعاً. أنا بعت لهم فويس على الواتساب وهنين يسمعوا. فهذا يعني إن دل على شيء فيدل أنه الطالب الولد الصغير قادر، مثل ما أنه قادر يلعب ويفرغ طاقته باللعب، قادر أيضا أن يسمع القرآن وأن يحفظ القرآن الكريم.
فالواحد ما يستغرب يشوف واحد عمر 6 سنين أو 7 سنين وتلاقيه حافظ لكتاب الله. نعم إخواننا الكرام، لأنه إلي أنا تقريبا 12 جلسة معهم، 5 سنين قدر يحفظ سورة عمّة. قديش بيطلع له من الجلسة؟ بيطلع له تقريبا شي 10 دقائق أو 5 دقائق، وقدر بهال5 دقائق أو 10 دقائق يحفظ سورة عمّة. وعندي أيضا طالب حفظ سورة الحاقة، وطالبين حفظوا سورة ياسين، وباقي الطلاب حفظوا سورة عمّة والنازعات. وإن شاء الله تعالى نبقى مع الطالب محمد العرة أول 17 آية إن شاء الله تعالى من سورة عمّة إن شاء الله. طالب هذيك استحى لا 15 يلا لا بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. طيب اخواننا، نتمنى على اخواننا اعضاء الجمعيه الموجودين هون، استاذنا المربي الاستاذ علي، وين الاستاذ علي؟ مش الاستاذ علي؟ حول الله. اذا بعده هون ايه؟ تفضل استاذ عمر. اخواننا بالجمعيه تفضلوا. طالب محمد أحمد العرة. محمد أحمد العرة. محمد عمر عباس. والله عن جده. عمر محمود عباس. أحمد علي فارس. عمر جمال عباس. يوسف الغرة. إبراهيم فرحات. وين يوسف الغرة؟ تعال يوسف. هون الأستاذ. محمد إسماعيل الجروش. مصطفى العرة. مبارك.
فيك تاخذ مباشره يا احمد بدون لما كان فاهم انا بعرف انك تحت يعني تشيله من التليفون حتى سعد الويس علي العطوري مسلمة محمد مسلمة محمد محمد صلاح الجروش وانا صلاح طبعا زين العابدين محمد وليد الوايس وليد صالح أفضل وليد صالح عبيدة فارس يوسف سعدي محمد عباس فواز قاسم عمر سعدي المصري سعدي لا مش عمر سعدي عمر عبدوني عمر عبدوني هو تصرف على الاخ عمر سعد خذ مني على يطلع صوتي على محمد سعدي محمد سعدي عمر درغان عمر درغان هيا شيخنا علي محمد سليمان سعدي سليمان ويوسف سعدي يوسف عمر سعدي إذا محمد حسين درغام وعمر حسين درغام ديته محفوظة. اللي حبته من سورة ياسين علي محمد الحمد. محمد محمد حول أنه كانوا حافظين سورة النبأ وسورة النازعات وحفظوا سورة أخرى. الله يزيدك يا شيخ أحمد وإخواننا الشيخين ونشكر تشجيع الأهل والأحباب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم كما أفرحتنا بهؤلاء وفي حفظهم لبعض السور فأفرحت بهم حفظة لكتابك وعملا بكتابك يا رب العالمين أفرحت لمصر الأمة يا ربنا في بيت المقدس وأبنا في بيت المقدس بحق الفاتحة صوره
طلعوا ها. أخي الكريم، كن معنا في هذه القناة بضغطك على الجرس أولا ثم المشاركة لهذا الفيديو، عسى أن ينفع الله به أحد. حياكم الله، هذا حسين علي الصيفي بين لبنان والبرازيل.